بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كنتمناكم تكونوا في أتم الصحة والعافية وتكون أحوالكم طيبة. بالنسبة لوصفة اليوم كنقترح لكم دواء زيتي اقتصادي من داكشي الرفيع، مذاقه كيحمق بقوام هشيش هشيش بزاف. غنحضروه بدون طابع وبيضة واحدة فقط ونص كاس من كل حاجة، وكنتحصلوا على 55 حبة بالضبط. تابعوا الفيديو للأخير باش تعرفوا على مراحل التحضير. وبسم الله على بركة الله، في واحد الإناء غادي نوضعو نص رابعة ديال الزبدة ما يعادل 125 غرام. أنا هاد المرة استعملت الزبدة مارغرين، إلا كانت متوفرة عندكم الزبدة ديال العلبة أو السبيسيال غادي يكون من الأفضل. غادي نضيفو واحد قبيصة ديال الملحة، وغادي نضيفو نص كاس ديال سنيدة أو السكر حبيبة ما يعادل 75 غرام، والقياسات كلها غادي نعطيها لكم بالكأس ديال العنبة. غنضيف كذلك واحد الكيس ديال سكر الفانيليا من فئه 7.5 غرام، وغادي نخلطوا هاد المكونات جيدا مع بعض حتى كندوبوا السكر مع الزبده وكنتحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون بحال بوماد. هنا الزبده مارغرين باش يسهل عليكم انكم تخلطوها مع السكر، قطعوها لمربعات صغيره، او لا ممكن انكم تستعملوا الباتور او الخفاق الكهربائي في هاد المرحله الاولى ديال الحلوه. من بعد غادي نضيفوا واحد نص كاس ديال الزيت النباتي، وكذلك القياس ديال الكاس فهو 75 مليلتر. وهنايا غادي تكون واحد الملاحظه بالنسبه للزيت غادي نعطيها لكم من بعد. وصافي هنايا كنخلط جيدا هاد الزبده مع الزيت حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. وكيف ما قلت لكم في الاول، الا عندكم الزبده ديال العلبه غيكون من الافضل، هي كتكون ساهله بزاف ملي كنخدموها، وحتى المذاق ديالها كيجي رائع جدا في الحلوه. من بعد غادي نضيفوا واحد البيضه كامله، من الافضل تكون في درجه حراره المطبخ. ومن بعد غادي نضيفوا واحد نص كاس ديال اللوز مطحون. بالنسبه لهاد اللوز او للقياس ديال هاد اللوز، فما كتاخذوش نص كاس ديال اللوز وكطحنوه، ما غاديش يعطيكم هاد الكميه، كتاخذوا تقريبا واحد كاس الا ربع ديال اللوز. هنايا انا اللوز قليته وطحنته جيدا. غنضيف كذلك واحد نص كاس ديال النشا اولا ديال المايزينا، وغادي نضيف ثلاثه ديال الفرماجات اولا ثلاثه المثلثات ديال الجبن، وغادي نضيف المبشور ديال الليمونه حامضه اولا واحد الحامضه اللي كيكون الحجم ديالها متوسط. وحاولوا انكم تاخذوا غير هذاك القشر الاصفر وما توصلوش نهائيا للقشره البيضاء، لانها كتكون ماره وما كتعطيش واحد المذاق زوين في الحلوه. هنا الملاحظه ديال الزيت، فهداك الزيت اللي قلينا فيه اللوز فهو اللي غادي نستعملوه في الحلوه، يعني ما غاديش يضيع. بالنسبه للجبن، الا كان متوفر عندكم هذاك الجبن المربع اللي كتكون فيه واحد النسبه كبيره ديال الكريمه، هو اللي تضيفوه، لانه كيجي واعر بزاف في الحلوه، كيعطي الحلوه واحد المذاق خطير ولذيذ لذيذ بزاف. يعني بالاضافه لهذاك النشا اللي ضفناه اللي كيهشش لنا الحلوه، المذاق ديال اللوز مقلي في الحلوه كيعطيها مذاق زوين بزاف. وكذلك الفرماج، كيف ما كتعرفوا الحلوه ديال الفرماج راه غنيه عن التعريف، والمبشور ديال الحامضه اللي كيزيد كيعطي واحد الانتعاش اكثر لهاد الحلوه. من بعد ما كنخلطوا هاد المكونات جيدا مع بعض، كنبقى كنضيف الدقيق بالتدريج. دائما الدقيق يكون نوعيه جيده خاصه بالحلويات، وضروري خاصو يكون مغربل، كنضيفوه على دفعات، ما كنضيفوش نهائيا دفعه واحده، حتى كنتحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون او العجين اللي كيكون على هذا الشكل. عجين اللي ضروري خاصو يكون رطب رطب بزاف، لكن في نفس الوقت ما كيلتصقش باليدين، والعجين دائما كنختبروه باليد اللي ما كتعجنش، لانه هي اللي كتعرف واش مازال خاصنا نزيدو الدقيق او لا صافي، يعني غادي نكتفيو بهذيك الكميه اللي استعملناها. بالنسبه لكميه الدقيق اللي استعملتها فهي بالضبط تقريبا او نقولوا تقريبا 400 غرام، يعني ربعة الكؤوس ديال العنبه اللي ما كيكونوش عامرين، لكن راه الكميه تقدر تختلف على حسب حجم البيض اللي استعملتوه وكذلك نوعيه الدقيق. من بعد غادي نقسم العجين لثلاثه ديال القطع اللي كيكونوا متساويين باش كيسهل عليا من بعد انني نخدمه. وهنا غادي ناخذوا هاد الحصيره اللي متوفره، يعني تقدروا تلقاوها في اي بلاصه مشيتوا ليها راه كتبع. غادي ناخذوها هنا، كيف ما كتلاحظوا الحصيره راه كيكون فيها واحد الوجه اللي هو بومبي والوجه الاخر الملس، حنا غنخدموا على الوجه اللي بومبي باش كنرشموا عليه العجين. من بعد غادي ناخذ قطعه ديال العجين وغادي نوضعها فوق هذه الحصيره، وكنوضعوا فوق منها واحد البلاستيك باش كيسهل عليا انني نمدد هذا العجين. صافي، ومن بعد كنبقى كنضغط، يعني ملي كنكون كنمدد فيه كنضغط عليه جيدا باش كياخذ ليا هذيك يعني هذيك الزواقه ديال هذيك الحصيره،
وهنا كناخذ المدلك وكنبقى كان يعني كندير هذه الطريقه. هذه الطريقه كتخليني نعرف واش العجين كله غادي مقاد اولا كاينه شي بلاصه يعني غلظ من الاخرى وبلاصه رقيقه، وكنبقى بحال هكذا صافي حتى كنمددو جيدا. هنا الا بغيتو يعني بالنسبه للسمك ديال العجين، انا هنا درتو ما بين رقيق وما بين متوسط لاني غادي نخلي هاد الحبات فرديين. الا بغيتو تلصقوا حبه مع حبه غادي تخليو هاد العجين رقيق باش ملي تلصقوا وحده مع وحده ما تجيكمش حلوه غليظه وما كتجيش صراحه زوينه الا كانت غليظه. انا بما اني غادي ندير حبات فرديين غادي نخلي السمك ما بين رقيق ومتوسط، وهنا كناخد طابع اولا المهم مرشم بحال هكذا وهو اللي غادي نقطع به. ممكن انكم ما تستعملوش وتستعملوا فقط الكاس تقطعوا به، لاني في تمشاركه معكم واحد الحلوه اللي بحال هكذا حتى هي خدمتها بالحصيره وخدمتها بالكاس ولكن مكونات اخرى. وصافي هنا ملي كنكمل غادي نزولوا الحلوه. هنا بالنسبه للطريقه اللي كنزول بها الحلوه، فانا كنهز الحصيره بحال هكذا وكنبقى كندفع الحلوه باش كتخرج ليا بكل سهوله وما كتبقاش واحده ليا في هذوك العوينات. وكيف ما كتلاحظوا كنتحصلوا على واحد رشمه صراحه اللي كتجي زوينه زوينه بزاف، وملي كطيب ما كتفقدش نهائيا هاد الزواقه ديالها. الطريقه راه ساهله. هنا ملي كنكون كنزول في هاد الحلوه كنبقى ندفع هذيك الحصيره باش كيتدفعوا معاها هذوك الزويبيقات اللي كيكونوا ديالها وما كيبقاوش لاصقين لينا في الحصيره. صافي بنفس الطريقه غادي نكمل. كيف ما كتلاحظوا هنا راه كتجي تقريبا كتشبه لهذيك كتشبه الحلوه ديال الشهده، غير هي الشهده عندها واحد الزواقه مغايره وهذه حتى هي كتجي صراحه حلوه وزويونه. صافي هنا ملي كتكملوا هاد القطع كاملين غتلاحظوا بانه كيبقى العجين يعني لاصق في هذوك الفراغات. هنايا بكل بساطه كتاخذوا هاد الحصيره وكتبقاو تخبطوها وكيتزولوا بكل بساطه يعني ما كيبقاوش واحلين نهائيا. صافي وغتاخذوا قطعه اخرى وغادي تمددوا العجين بنفس الطريقه. انا هنا هاد الكميه اللي شاركتها معكم خرجت هي بالضبط 55 حبه. الا بغيتوا كميه اكثر غادي تضاعفوا المكونات. وصافي غادي ندخلوها الفرن اللي كيكون ساخن جدا على درجه حراره ما بين المنخفضه والمتوسطه، نخليها حتى كطيب على خاطرها. ودائما الحلوه ما تخليوهاش تطيب اكثر من القياس، غير كيولي اللون ديالها ذهبي فاتح صافي كنخرجوها، لان الا طابت اكثر من القياس كتولي قاصحه وما كتبقاش زوينه. صافي هنا ملي خرجتها من الفرن راه كتبقى محافظه على الشكل ديالها، كتجي مقرمشه من على برا ومن الداخل هشيشه وكتذوب في الفم. وما نعاودش لكم المذاق ديالها كيفاش داير، زوين زوين بزاف. كنتمنى ان وصفه اليوم تنال اعجابكم، الى جربتوها خليوا لي رايكم في التعليق ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. الى اللقاء.